منتابع حلقتنا. 6 سنوات مروا على رحيل الفنان الكاريكاتوري بيير صادق، الفنان يلي عكس بريشته الأحوال السياسية والاجتماعية بلبنان والعالم على مدى نصف قرن. حفاظا على هالإرث، نظمت مؤسسة بيير صادق حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة ريشة بيير بدورتها الثالثة. تقرير أكثر عن هالحفل يلي جرى بجامعة القلبة منتابعه مع زميلتنا مريم الحاج. الريشة التي تتكلم بحرية تامة، الريشة الأبلغ من الكلام والأصدق من أي طريقة تعبير، هي ريشة هذا المبدع الذي خرج من هموم الناس، خرج من الحاجة إلى التعبير بحرية أكبر وبوسيلة أكثر فعالية من الكلمة. وهكذا أصبح بيير صادق مدرسة مستقلة، وصارت كل رسمة من رسوماته مقال سياسي واجتماعي بحد ذاته، نقرأ الرسمة قبل ما نقرأ المقال. رحل بيير صادق من 6 سنوات، وكمحاولة للمحافظة على إرثه العظيم نشأت مؤسسته، ومنها انبثق ما يسمى بريشة بيير. مؤسسة بيير صادق انطلقت سنة بعد وفاة بيير صادق بال 2014، والجايزة بلشت بال 2017. ليش؟ لأنه لقينا الطريقة الوحيدة اللي نتواصل فيها مع طلاب الجامعات هو من خلال جايزة، لأنه كيف بدك توصلي لهم؟ بال 2017 بلشنا مع 124 تلميذ اشتركوا، طالب اشتركوا معنا. السنة عنا 217 طالب ومستقل، يعني وصلنا حوالي 350 كاريكاتير هالسنة. لحتى نضمن انه يكون عنا ناس مثل بيير صادق بهذا المجتمع، هو في ما في 100 حل، في حل سحري وحيد هو انه نحرر الناس. واليوم موضوع هذه المسابقة هو الحرية. الحرية المحرك الأساسي لريشة بيير كان محور حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة ريشة بيير بنسختها الثالثة بحرم الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة القلبة، يلي كان الفنان بيير صادق من خريجيها، وقد فاز بالمرتبة الأولى للرسامين المستقلين رسام الكاريكاتير العراقي مخلد حبيب. وعن فئة الطلاب فازت نور عواد بالمرتبة الأولى. الحفل جرى برعاية وزير الثقافة محمد داوود، وجمع كل من عاصر هذا الفنان المبدع الكبير. مشتاق لصديق كتير عزيز، شخصيا بفتكر حارته بالمكتب عندي بالفونداسيون، الديسان الرسم اللي عمل لي اياها عن ايدي واجري وقت الانفجار. يعني بعرف قد ايه كان إنساني وكان يتأثر بكل شيء حواليه. أهمية بيير صادق إنه كان صادق، كان شفاف، كان حقيقي، وكان رؤيوي. ما كان رسام عادي، كان فنان بكل معنى الكلمة. بيير صادق بيمثل أكيد العصر الذهبي للصحافة، بس كمان بيمثل الصحافة والفنان بنفس الوقت مثقف جدا. بفتقد له، أنا بفتقد له لآرائه السياسية ولا إنسانيته، الناس ما بتعرف قديش هو إنساني. بيير إجا عطاها مفهوم جديد ونظرة جديدة للكاريكاتير، وبالتالي كان يختصر بهاللوحة، خلينا نسميها
يختصر المشهد السياسي بالبلد. أكيد بنفتقده هالأيام، خصوصا أنه في أشياء كثيرة بتحتاج كاريكاتير بير صادق. صحيح ريش دبيير توقفت مع رحيله، لكن رسوماته الثاقبة والرؤيوية يلي أرشفت لحقبة طويلة ناهزت النصف قرن ما زالت تتكلم إلى اليوم.